تبدأ قصة وهب الأعضاء بموافقة الفرد أو عائلته على وهب أعضائه. يكون الواهب في معظم الحالات مريضاً في مستشفى تم إعلان موته الدماغي، أي أن جميع أنشطة دماغه قد توقفت وبات إحياؤها مستحيلاً. أما باقي الأعضاء فتتم المحافظة على استمرارية عملها بواسطة طرق طبية اصطناعية. والأعضاء التي يمكن وهبها هي الرئتان والقلب والكبد والبنكرياس والأمعاء والكليتان. قد يقوم الأطباء أيضاً بنزع أنسجة أخرى كالقرنية والجلد والأوردة والشرايين وصمامات القلب والأوتار والعظم. زراعة النخاع العظمي المسؤول عن تكوين خلايا الدم ممكنة أيضاً، وتتم عبر نقل النسيج اللين إلى المريض من متبرع على قيد الحياة. وقد تراوح المهلة الفاصلة بين عمليتي نزع الأعضاء والزرع 3 أو 4 ساعات للقلب أو 24 إلى 33 ساعة لزرع كلية. أما العضو الذي يتعين زرعه فينقل في ثلاجة مغلقة بأحكام تكون حرارتها دون 4 درجات مئوية، ويتم اختيار المتلقي بحسب التطابق بينه وبين الواهب، فيؤخذ بالاعتبار فئة الدم ونوع الأنسجة أو تقارب المزايا المورفولوجية وجهاز المناعة. فجهاز المناعة قد يشعر بالتهديد عندما يدخل عضو غريب إلى الجسم ويقوم بمهاجمته، وبهدف تفادي نبذ العضو الجديد يلجأ الأطباء إلى الأدوية لكبت جهاز مناعة المتلقي. والزرع عملية دقيقة، إذ يتم وصل العضو بنظام الدورة الدموية لإعادة الدفء إليه ببطء، فيبدأ بالعمل مجدداً.